حديث أكثر مشاهدينا حول هذا الاتفاق. انضم إلينا الآن من بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية الخبير الاستراتيجي السيد معن الجبور. أستاذ معن، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. أستاذ معن، يعني هذا الاتفاق الجديد بشكله الحالي إلى أي مدى قادر أن يحقق من كل أهدافه، وهي إعادة الإعمار بالإضافة إلى عودة النازحين أيضا استقرار الوضع الأمني في ذلك القضاء؟ تحية طيبة أستاذ طارق والسادة المشاهدين. حقيقة اتفاق مهم جدا فيما لو طبق على الأرض، يعني نحن الآن نتحدث عن اتفاق على الورق نظري، ولكن أعتقد هناك كثير من العقبات والمعوقات، حيث هناك من ستصطدم مصلحته في عرقلة ونجاح هذا الاتفاق، أي في حالة نجاحه ستتضرر تلك الميليشيات المهيمنة على هذه المنطقة بما لها من ثقل جيوستراتيجي، نظرا لأهميتها كونها جزء مهم بين محافظة نينوى وتعتبر من المناطق المتنازع عليها مع كردستان، كذلك على تركيا وعلى سوريا، الانفتاح منها على سوريا، أي هناك صراع حقيقة إقليمي بالإضافة إلى الصراع المحلي. إذا ما تحقق هذا الاتفاق وترجم إلى الواقع، واستطاعت الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة كردستان والحكومة المحلية في نينوى، كون القضاء تابع إلى محافظة نينوى، أن تخرج هذه الميليشيات التي تفرض هيمنتها على هذا القضاء وعلى مقترباته، وطبعا عودة النازحين. نحن نعلم أن ما يقارب 350 ألف نازح من هذا القضاء خارج الآن، خارج الديار، وقسم كبير منهم حتى خارج العراق أصبح، وطبعا هناك هيمنة لهذه الميليشيات هنا كما ذكرت، التي ستستعمل كل إمكاناتها لعرقلة الاتفاق، ثم يمثل جزء من الهلال الشيعي التي تطالب به إيران من طهران إلى شمال العراق نينوى، ومن ثم إلى سوريا والبحر المتوسط. لذلك الأهمية القصوى هو في أن تفرض الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان إرادتها، وأن تخرج هذه الميليشيات وهذه الفصائل المسلحة وتعيد السكان، وبالتالي هناك دعم أممي كما نعلم، لأن ممثلة الأمم المتحدة السيدة بلاسخارت كانت حاضرة وجزء هي من الاتفاق، مشرفة على الاتفاق، وهناك دعم ستقدمه هذه المنظمة الدولية. إنما هناك حقيقة كثير من العوامل الضاغطة الآن التي تحاول عدم تسهيل هذا الاتفاق الذي يعد سابقة في تاريخ الحكومة العراقية، كون الحكومة نجحت بالاتفاق مع حكومة الإقليم في أن تأتي خطوة جديدة لحل المشاكل بين الإقليم، ومن ثم تؤمن السلم المجتمعي، كون هناك مسيحيين ومسلمين ويزيديين عرب وكرد طيب في هذه المنطقة التي يتعايشون بها. طيب أستاذ معن، حسب ما فهمت كلامك، إذن التفاؤل يجب أن يكون تفاؤل حذر فيما يتعلق بهذا الاتفاق، في ظل كما قلت لن ترضى بعض الجماعات المسلحة التابعة لحكومة إقليم كردستان مثل بي بي كي وغير ذلك من السماح بالسيطرة الأمنية. تحدث اليوم عن حكومة العراق سيطرة أمنية حسب ما فهمت من هذا الاتفاق على قضاء سنجار، ولكن أيضا السيطرة الإدارية المركزية لهذا القضاء هل ستكون بيد حكومة إقليم كردستان أستاذ معن؟ لا، الاتفاق أستاذ العزيز، الاتفاق مشترك، أن تكون الإدارة مشتركة كما ذكرت من الحكومة الاتحادية، وطبعا من البيشمركة حكومة إقليم كردستان، ومن الإدارة المحلية في محافظة نينوى، كون القضاء رسميا تابع وإداريا تابع إلى محافظة نينوى، ويعتبر من المناطق تسمى في العراق مصطلح المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي، أي هناك دائما خلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على هذه المناطق المسمات المتنازع عليها. وإذا ما توصلت الحكومة الاتحادية مع الإقليم إلى هذه الحلول تعتبر سابقة إيجابية كبيرة تنعكس على المناطق الأخرى، وبالتالي لا يزال هناك الملايين من العراقيين أستاذ العزيز ويعلم المشاهد الكريم، هناك الملايين خارج ديارهم في هذه المناطق
التي تسيطر على معظمها فصائل مسلحة وميليشيات وأحزاب للأسف موالية إلى إيران وتعرقل عودة هؤلاء. لذلك تعد إيجابية والإدارة مشتركة كما ذكرت ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والإدارة المحلية. توصل معي من ضامن لبقاء هذا الاتفاق ومن يتحمل من يخرق هذا الاتفاق تبعات خرقه؟ نحن نتحدث دائما وفي كل سياق كلامك عن الجماعات المسلحة التي تنتمي إلى هنا وإلى هناك بما فيها كما قلت إيران. إذن ما الضامن لهذا الاتفاق؟ هل حسن النوايا للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان فقط؟ إذا ما توفرت كما تفضلت، تساؤل وجيه جدا، إذا ما توفرت النوايا لحل المشاكل وأن تتسامح الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أن تنخفض في سقف مطالبها في معالجة هذه الأزمة، كون المتضرر هو العراق بالدرجة الأولى والمواطن العراقي، هنا ممكن، وطبعا هناك دعم دولي لا ننسى أستاذي العزيز، هناك بالإضافة إلى الأمم المتحدة التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية حتما ستساند الحكومة العراقية وتساند حكومة الإقليم في فرض إرادتها. هنا إذا عندما تتوفر الإرادة هناك الأدوات متوفرة لدى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، الأدوات تمتلكها، القوات موجودة، قوة القانون، وهناك العسكر، هناك أكثر من 1.25 مليون منتصب وإمكانيات كبيرة تتحقق. إذن يجب أن تتوفر الإرادة أولا السياسية ويتخذ القرار وبالتالي تترجم الخطوات الفعلية، أي بما أن الاتفاق حصل تدخل القوات الاتحادية مع قوات البشمركة ومع القوى الاتحادية عفوا المحلية من محافظة نينوى تفرض إرادتها بقوة القانون وبدعم دولي، وطبعا أكيد ستخرج هذه الفصائل المسلحة والميليشيات سواء كانت البككة أو الميليشيات من داخل المنطقة أو حتى القادمة من سوريا. نحن نعلم هذه المنطقة تمثل الخاسرة الرخوة بالنسبة للعراق نتيجة كونها على حدود سوريا، ونحن نعلم أيضا الارتباك والفصائل المنفلتة في سوريا التي تعبر إلى العراق بأريحية نسبيا. المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية الخبير الاستراتيجي السيد معن الجبوري، شكرا على كل هذه التفاصيل.